الصحية في البلاد بعد انتهاء اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الذي انتهى قبل قليل. اللجنة استمعت إلى تقارير حول اليوم الأول من تجربة الحظر الشامل، والتقارير كلها قسمت اليوم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى كانت من 7 صباحا إلى 1 ظهرا، ودي المسموح فيها بالحركة، ثم من 1 ظهرا وحتى الآن. مؤكد أنه كما يلاحظ كثير من الناس أنه تجربة من 1 ظهرا وفيها التزام كبير جدا، وما كان في حركة أو مخالفات. الارتكازات موجودة في الكباري وفي مناطق أخرى من الشوارع الرئيسية والعاصمة، وفي التزام، يعني درجة كبيرة جدا من الالتزام بالبقاء في المنازل وبعدم الحركة بعد 1 ظهرا حتى يعني هذا المساء. لكن التجربة الصباحية كان فيها إشكالات كثيرة. كما ذكرت، احنا استمعنا إلى تقارير من كل المشاركين وأعضاء اللجنة العليا للطوارئ. لوحظ أنه أولا كان في زحام شديد في المخابز وفي مراكز توزيع الغاز وفي محطات البنزين، و هذا الازدحام بيهزم الفكرة الأساسية من الحظر الشامل، اللي هو تحقيق التباعد الاجتماعي وعدم ازدحام الناس في أماكن قريبة من بعضهم البعض حتى لا ينقلوا العدوى. واستمعنا إلى تقارير أيضا من ولاية الخرطوم، واتضح أنه المخابز كانت هناك نقص في الكميات بتاعت الدقيقة المسلمة إلى المخابز، وده تسبب عن أنه هم ما قدروا يقدموا الكمية المعتادة اللي بيخبزوها كل يوم، وده تسبب في الطوابير الطويلة والصفوف والازدحام أمام المخابز. وصدر توجيه بضرورة مراجعة الأمر والتأكد من أنه المخابز تستلم الكميات التي يجب أن تستلمها، بالإضافة إلى أنه كثير من المخابز ما طبقت التوجيه الصادر بأنه لديهم الحق في العمل 24 ساعة داخل المخبز، وبالتالي كان من المفترض أنه عندما تفتح المخابز صباحا تكون كل الكميات المراد يعني خبزة هي مخبوزة جاهزة، والعملية عملية بتاع التسليم فقط. فلو كان حدث هذا كانت يمكن في خلال ساعة ونص أو ساعتين كل الأحياء المخابز في الأحياء سلمت ما لديها من خبز، ولكن يبدو أنه في مخابز ما اشتغلت بالليل لأي سبب من الأسباب، وحيتم مراجعة هذا الأمر بحيث أنه المخابز تعمل طوال الليل وتجهز كل الكمية وتقوم الصباح بتسليمها. النقطة الأخرى أنه في أحياء لجان المقاومة والتغيير، لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات تولت مسألة تنظيم تسليم الخبز وتوزيعه، ودي تجارب ناجحة في عدد كبير من الأحياء، انتهت تماما من مسألة الصفوف. لكن مع الأسف في أحياء ما لوحظ فيها أي نشاط للجان التغيير والخدمات أو لجان المقاومة، ومطلوب من هذه الأحياء أنه يحركوا أبنائهم الأعضاء في هذه اللجان، لأنه من غير حركتهم ستستمر مسألة الازدحام أمام المخابز. نتمنى أنه الأحياء ما تحركت فيها هذه اللجان تتحرك أو تتكون إذا ما كانت تتكونت، وتتواصل مع السلطات ومع المخابز بحيث أنه تتولى عملية تنظيم التوزيع الخبز على الأحياء ورصد السكان وكذا حتى نقضي على الزحام. بالنسبة للغاز برضو المسألة تمت فيها مراجعة كبيرة بتاعت أنه هل أنجح تجربة الميادين ولا يرجعوا إلى محلات توزيع الغاز، وخلال يوم غد إن شاء الله بيصدر فيها قرار. بالنسبة لمحطات البنزين، الفكرة الأساسية لتخصيص بعض المحطات هي للسيارات اللي بتكون شغالة أيام الحظر عند أوزونات لنا سيارات خدمة، وليس للسيارات المواصلات العامة ولا سيارات الملاك. ولذلك سيتم التركيز خلال الأيام القادمة على أنه ما في تزويد بالبنزين لسيارات الملاك الخاصة ولا لسيارات المواصلات العامة، باعتبار أنه ما في مواصلات عامة خلال أيام الحظر، إنما سيارات الخدمات اللي عندها أوزونات بتضطر أنها تتحرك، سيارات توصيل المواد الغذائية، غير الأشخاص الذين لديهم أوزون طبيعة عملهم تقتضي التحرك، الكوادر الطبية مثلا والأمنية وغيرها من الكوادر والأفراد طبيعة عملهم بتتطلب أنه يتحركوا أيام الحظر. وده حيراعى تطبيق هذا الأمر خلال الأيام القادمة. في قوات مشتركة حتكون منتشرة خلال الأيام القادمة. المهم أنه من ابتداء من يوم غد سيتم التشدد على أنه السماح بالحركة داخل الأحياء فقط،
يعني ناس فهموا انه الحركه داخل المحليات كلها وداخل المدن الثلاثه من غير عبور الكباري، ولكن القرار هو السماح بالحركه داخل الاحياء. لذلك من يوم غد حيكون في تشدد، اولا منع حركه المواصلات تماما في كل ولايه الخرطوم، وحيكون في متابعه وحتكون في غرامات وعقوبات على سيارات العربات المواصلات المتحركه خلال الساعات فك الحظر اللي هي من 7 صباحا حتى 1 ظهرا، سيتم منع تحرك المواصلات تماما. سيتم اغلاق الاسواق الكبرى، لانه كثير جدا من حركه المواصلات دي مرتبطه بالاسواق الكبرى والاكتفاء بالاسواق الاحياء، وده حيبدا التنفيذ فيه من يوم غد ان شاء الله، ويتم التشديد فيه خلال الايام القادمه. ولذلك نحن بنناشد المواطنين انه يلتزموا بالحركه داخل الاحياء، ويعني بغالات بتكون فاتحه، المخابز بتكون فاتحه، ونفتكر انه الساعات المتاحه دي كافيه جدا لانه الناس انه يتزودوا بما يريدوا من مشتريات خلال ساعات فك الحظر اللي هي 7 ساعات. غير هذا في مراجعات حتتم حتى لساعات فك الحظر، لانه اذا راينا انه الناس ما التزموا، وبالتالي انه في حركه واسعه وكبيره جدا بتكسر الغرض الاساسي من الحظر الشامل، وبيحصل فيها يعني اختلاط كبير وممكن ينقل العدوى، سنضطر الى انه نقلل ساعات فك الحظر لاقصى حد ممكن، وسيتم التشدد في الحركه خارج الاحياء، الشوارع الرئيسيه ممنوع الحركه فيها وغيرها، حركات داخل الاحياء فقط. الكباري اليوم طبعا حصل نوع من التساهل، لانه كان اليوم الاول عبرت سيارات كثيره الكباري من غير اذونات، ابتداء من يوم غد حيكون في تشدد في مساله عبور الكباري، وايضا حركه السيارات من ولايه الخرطوم الى الولايات الاخرى دخولا وخروجا حيكون في ضبط شديد لها، ما عدا السيارات اللي بتحمل كما ذكرنا المواد الغذائيه او الامدادات البتروليه او غيرها. حيتم ايضا التضييق في مساله اذونات السيارات اللي بتتحرك اثناء حظر التجول، لانه اتضح انه في عدد كبير جدا حاصل على اذونات، حيتم مراجعتها وتضييق هذه الاذونات في الحد الادنى. اليوم برضو راجعنا تجربة توزيع المواد الغذائية في الأحياء الطرفية، وهي تجربة كانت محدودة في منطقة معينة، لكن كانت تجربة ناجحة جدا. جربت سلمت المواد الغذائية من منزل لمنزل، والقوات النظامية بذات القوات المسلحة كانت مرافقة للسيارات دي وحافظت الأمن بشكل جيد، والتجربة كانت ناجحة بمستوى كبير جدا، وحيتم ابتداء من الغد تنشيط وتوسيع على أحياء كل الأحياء الطرفية التي تقرر فيها أن يتم توزيع المواد الغذائية المجانية كدعم للناس اللي مصنفين أنهم في القطاع غير المهيكل، اللي هم بيعملوا في أعمال يومية وبالتالي سيتضرروا من مسألة إيقاف الحظر الشامل. الدكتور أكرم علي التوم وزير الصحة لم يتمكن من الحضور اليوم ليقدم تقريره عن الأوضاع الصحية نتيجة لارتباطه، لكن هو قدم هذا التقرير في الاجتماع، وهذا ملخص للتقرير اللي هو قدمه. كما أعلن فجر اليوم عن ظهور حالات جديدة، عموما الحالات الجديدة حوالي 34 حالة تضاف إلى الحالات القديمة 32، صار مجمل الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا هي 66 حالة في عموم السودان. 34 حالة أعلنت في 24 ساعة الأخيرة، وده طبعا معدل مخيف. اذا صار هذا التزايد بهذا المعدل، معناه ان احنا دخلنا في مرحله خطره جدا بتاعه انتشار مجتمعي، لانه كانت الزيادات بتكون حاله او حالتين في اليوم، وصلنا الى 10 حالات في اليوم، الان وصلنا الى 34 حاله في ال 24 ساعه الاخيره، فصار مجمل الحالات 66 حاله. 31 حاله من الحالات ظهرت ال 34 دي في ولايه الخرطوم، وثلاثه حالات في ولايات اخرى، منها حالتين في ولاية النيل الأبيض، وحالة هي الأولى من نوعها في ولاية الجزيرة. وبالتالي الآن صار المرض موجود في الخرطوم، وموجود في ثلاثة ولايات، هي نهر النيل اللي فيها حالة، وولاية النيل الأبيض الآن كده يصبح فيها ثلاثة حالات، وولاية الجزيرة فيها حالة، وده برضو مؤشر على أنه المرض ماشي ينتشر، وده واحد من الأسباب اللي بتخلينا إحنا أوقفنا الحركة ما بين الخرطوم والولايات. ربما الناس ما تفهموا هذا القرار، وكثيرين من الناس قالوا عايزين يمشي يصوموا رمضان عند اهاليهم وكده. ببساطه شديده جدا من الممكن ان ينقلوا المرض الى اهاليهم والى مناطق لم يصل فيها المرض حتى الان، هو ده كان السبب الاساسي في منع الخروج والسفر
بالسيارات التجارية من الخرطوم إلى الولايات حتى لا يكون ينقل الناس العدوى إلى الولايات. من بين 66 حالة دي في 10 حالات وفاة، لأنه في 24 ساعة أيضا في 4 حالات وفاة، وكان في 6 حالات وفيات قبل كده، فبلغ حالات الوفيات 10 حالات، وده برضه نسبة عالية جدا. 10 حالات وفاة من 66 دي من أعلى المعدلات العالمية، لكن يمكن يكون لأنه نحن حالات اكتشاف المرض ما كبيرة، لكن ده مؤشر برضه في خطورة شديدة جدا. نكرر دعوتنا للناس أنه يلتزموا بتقليل الحركة بقدر الإمكان، ويلتزموا بالحركة داخل الأحياء فقط. ساعات الحظر ستظل كما هي، وساعات السماح من 7 صباحا إلى 1، لكنها قابلة للمراجعة خلال اليومين القادمين، غدا أو بعد غد، بناء على التقارير اليومية إن هل أدت الهدف الذي من أجله حددت هذه الساعات أم لا. أيضا النسبة من الكبيرة الآن من مساجد العاصمة اليوم استجابت، وبعد الأذان دعوا الناس إلى أنه يصلوا في منازلهم، ونحن بنكرر الكلام اللي قلناه امبارح أنه ليس هناك أي محاربة للدين ولا محاربة للصلاة في المساجد وغيره. ضربنا أمثلة ببلاد كثيرة مجاورة لنا، لا شك في حسن إسلام أن هم نتيجة لرغبتهم في أنه ما ينقلوا العدوى دعوا الناس لأنه لا يصلوا داخل المساجد، وقدموا بدائل أخرى. نكرر الدعوة للناس أنه يلتزموا وأنه يقللوا الحركة بقدر الإمكان، وده بيساعدنا في أنه ما نضطر نتخذ إجراءات أخرى حفاظا على أمنهم وعلى سلامتهم. شكرا جزيلا.